أنا بقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لحضور حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة السيد فاجييف غارييف سفير جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين ورجال السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى مملكة البحرين وعدد من الضيوف. قد نقل سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة فتحياتي وتهاني صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى القيادة والشعب الروسي الصديق بهذه المناسبة، وتمنيات سموه لجمهورية روسيا الاتحادية بمزيد من التقدم والازدهار. وأشاد مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تشهده علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين من تطور على مختلف الأصعدة، مؤكدا حرص مملكة البحرين على الارتقاء بأوجه التعاون الثنائي مع جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة من خلال تفعيل ما يربطهما من اتفاقيات ومذكرات تعاون مشتركة وبالشكل الذي يلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين. من ناحية، أعرب سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بدعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين، الأمر الذي أسهم في تقوية علاقات التعاون بينهما وفتح العديد من المجالات التي تعزز من المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. معربا عن حرص بلده على تعزيز أوجه التعاون والشراكة مع مملكة البحرين بما يعود بالنفع لصالح الشعبين الصديقين.